हम ये सही करी और इन बार में मटन है النهاردة أنا أحكيلكم قصة حصلتلي وأنا عندي 7 سنين. أنا ليا أخ هما الاتنين أكبر مني، فرق بين كل واحد 2 سنة. وأنا عندي 7 سنين، يوم من الأيام بابايا دخل البيت متأخر كالعادة من الشغل، وماما سألتني سؤال واحد بس: أنت كنت بتعيش معايا؟ كانت الإجابة لأ، وفجأة كان في ثورة في البيت ما بين هما الاثنين وبيتخانقوا. عشان احنا اطفال قررنا ان احنا عايزين هما الاثنين يرجعوا يتصالحوا، لان هما قعدوا يوم بحياتهم شكلهم وحشين مع بعض. ابتدينا احنا ثلاثة اختي هي دكتورة دلوقتي عملنا اجتماع وقلنا طب ازاي نخليهم يرجعوا يتكلموا مع بعض تاني؟ أنا آخر مرة بصورة مصرية، أنا قررت إن أنا عشان أخلي مامتي وبابايا يرجعوا يتكلموا مع بعض تاني أرسم لهم رسمة. فرسم مامتي زي أمنا الأولى كده، فهي ممكن تتغاظ أو حاجة، مش عارفة كنت بفكر في إيه ساعتها، بس الصورة دي هتساعدهم فعلا إن هما يرجعوا يتكلموا مع بعض تاني. أختي بسيطة أوي قالت له عندك فكرة تانية؟ أخويا كريم معاني قال أنا عندي فكرة حلوة جدا، إحنا نحرق البيت، لأن هما لما نحرق البيت هيرجعوا يتكلموا مع بعض تاني ويشوفوا إزاي يعملوا المشكلة دي كريتيف، رايت؟ بس هل ده هي العقبة اللي فينا ايه؟ ما ينفعش تكلم. احنا لازم نفكر في حاجة حقيقية، وعشان نفكر في حاجة حقيقية انا فاكرة ان انا النهاردة لما رجعت من المدرسة سمعت شفت مامتي بتعمل ايه؟ طول النهار بتنظف البيت، بتطبخ، بتساعدنا في المذاكرة، وكمان بتروح الشغل بتاعها. وهي بتعمل الحاجات معايا الصبح بتبقى فرستريتد وعايزه اخلص بسرعه وشكلها متعصبه ومتباظه مننا. بس لما انا بخلص حته من الهوم ورك بتاعي او بتاعي ان انا اشيل الجوب بتاع المدرسه بتاعتي بحس ان هي مبسوطه مني. ودي الحاجات اللي ماما بتقولها كل النهار، ان هي بتكون ذات المذاكره بتقول لنا يرتدي قطك. ودي انا سمعتها وهي بتتكلم مع صاحبتها في التليفون بسبب ان هما بيحضروا خروجه او حاجه زي كده، وبتقول لها انا شكلي مش هجيب الهديه معايا وانا مروحه، وانا شكلي هتاخر عليهم ما تسمعنيش ليه. هي بقى انا ليا تفتكر هي كانت طول الوقت ده بتفكر في ايه؟ لما كل المواقف دي بتحصل معايا كانت أكيد بتفكر في حاجة، كلنا سكتنا، أنا قلت لي بتفكر في حاجة من الشباك، ما هو أنا بتاعت الصورة أو أنا هقولها. فقالت هي قالت لأ، إحنا لو فكرنا كويس أوي هي كل الموقف بيحصل لها بتفكر في إيه؟ بيكون دي شي جاست نيد هيلب، عايزة حد يساعدها. تخيلوا الأناليسيس بروسيس اللي حصلت دي من حد عنده 7 سنين و8 سنين و9 سنين، شفنا هي بتعمل ايه كل يوم، بتحس بايه، بتقول ايه،
in program to be. Well, according to me, people work they a lot of the flip-up, or anything I'm going to open on this top. Open on this top, and then you just learn, come up with a good look of learn, and say, come on, my mom, that's what I've been here. Don't you show me better? Many of you say, I've been homework, and I'm so on, my mom, that's what I've been here. بعد الوقت اللي هي بخر بالليل ولما بعد الوقت اللي هي بخر بالليل حميلة المشكلة الحقيقية سبب المشكلة الحقيقية بيننا وبين بابايا اللي هي ما كانتش العيش هو العيش هو اللي كان المشكلة المشكلة اللي هي كانت عايزاها احنا كلنا نساعدها لما بعدت شوية كان عندي تقريبا 11 12 سنة مش فاكرة عيلتي ثانوي أصحابي المدرسة عملت رحلة قالت ممكن نروح باريس نيس على البحر فأنا قلت لأهلي قالوا لي لا مش هتطلع مش هينفع تطلع فقالت لي نصحتني قالت لي بصي أنا قفشت على مامتي طبعاً اقفشي عليها بس قدرها وقفشت طلعت ما طلعتش ليه؟ عشان مامتي ازاي مامتها؟ كلمتي بفكر ازاي ابروتش مامتي بطريقه مختلفه، كيف ابقى ديفرنت؟ وي شودنت بيلد البرسبكتيف او ان احنا فاكرين ان احنا عارفين اللي قصادنا وانا اقارن بيه ار يو اي اند تي اكشن. انا لسه بقى 30 سنه فكرت سو 20 years later To show me for IBM, I attended a course on IBM Design Thinking. Then I had actually asked the man on the internet, but I think the idea is called Design Thinking. Is that I'm a development the creating machine, I'm a dynamic project, I'm a dynamic service, you have to analyze your target user. الراجل اللي معاك ده بيحس بإيه؟ بيفكر في إيه؟ بيتكلم مع أصحابه بيقولوا إيه؟ أنا أقول إن إيه كان بيلد أن إنترستنج سيرفيس بنسميها حتى واو سيرفيس. إحنا ينفع أعمل يا جماعة دلوقتي فيسبوك تاني وأسميها ينفع أعمل نفس الفيتشرز؟ إتس إمبوسيبل خلاص كل الناس عارفين الإكسبيرينس بتاع فيسبوك دي وان سامبل نيو. The design thinking process is built on empathy maps. يعني ايه empathy؟ empathy يعني بحط نفسي مكان الـ end user ده. اوكي؟ بشوفه بيفكر في ايه؟ احنا عملنا ايه؟ بيفكر في ايه؟ بيقول ايه؟ بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ بيعمل ايه كل يوم؟ دي مهمه قوي لان انا بحطها في البروجكت يعني اللي هي prioritization chart. طيب انا خلاص فهمت كله تمام عندي افكار لحل المشكله عندي افكار عشان ابروش الجزء بتاعي طب انا الفكره هي اللي تنفع بعمل شارت اشوف والله انا معايا ريسورس تخليني معايا وقت معايا فلوس تخليني اعرف انا كمان البروجكت ده ولا اكيد كده يعني ينفع مثلا البروجكت بتاع الفورم بتاعي ينفع نطلع على الامر ونرجع تاني مستحيل وبعدين بعد كده بنبتدي في البروسيس بتاعت البروتوتايبنج وبنبدا البروجكت بتاع اول معلم. بس what's interesting about design thinking او الحته اللي في رايي مهمه في design thinking هي اول حته الامباثي. ازاي نفهم اليوزر بتاعنا ونحط نفسنا مكان بدرجه ايه؟ بدرجه ان احنا نفكر هو الراجل ده انا ما بينامش ليه؟ ايه اللي بيخليه مش عارف ينام؟ طب ايه اللي بيخليه اكسايتد وعايز يصحى الصبح يروح الشغل بتاعه؟ This is part of the empathy. طيب احنا بقى في السن بتاعته ازاي نستخدم this kind of empathy؟ كلنا بنشتغل في projects, right؟ كلنا بنشتغل في team project, right؟ احنا بنقول use the empathy دي مع الناس اللي كولابريتد مع الناس اللي بتشتغل معاهم في البروجكت. وده اللي في نقطة مهمة، إيه عكس الأمبثي؟ الأمبثي إز إنك أنت بتتقمص الشخص اللي قصادك وبترياحه.
tá vendo? Ação é visão, ego. Caderno é ego. Caderno é ego. Rule. And the rest of the together from an ego perspective, right? The difference is huge. Any other than the together from empathy, we are searching for answers. The lower our human emotions is the beginning of the observer. And now that we're together from ego perspective, أحيني أفضل حاجة بفكر فيها المستقبل. ما بفكر في المستقبل، يا ترى الناس هتشوفني ازاي؟ يا ترى الناس هتحب اللي أنا بعمله ولا لأ؟ يا ترى ده هيأفكت مع كارير ولا لأ؟ والنتيجة إن أنا ببقى قلقان وخايف وأتحول إلى بالفطور. واحد بيعمل شكل، فلو أنا شغال كتير وعندي فكرة الدكتاتور وقلقان بدل ما أقول للناس إيه رأيكم نعمل كذا؟ إيه رأيكم نجرب كذا؟ أقول لهم بسرعة بقى تخيل أنا كنت كتير بقى عشان دي أهم حاجة. طيب يا فرحتي إن أنا دخلت بروجكت وخدت جوايز وعظيم، بس إحنا قاعدين دي علاقتنا ببعض سريع. طلعنا من البروجكت ومعانا جوايز وبنطلع ابتسامتنا مش حقيقية، مش مبسوطين. How to change this? The key is empathizing. أفكر إن أنا مرة كنت شغالة مع واحدة معايا في الشغل، and then يوم يعني كنت عاملة في الشغل بفكر أنا كنت أتكلم عن عليها وخلاص، قالت لي لا. ليه بس؟ لا مش معايا. يا ماما ليه مش كده؟ المهم طلع الفكرة دي مش إن هي جعانة. جاية جعانة عايز تاكل وتنعكس لما هي عملها اناليسيس في دماغي، اكتشفت ان هي قالت كذا مره يلا نقوم بالفطار، وقلت لها اه. اند ذن لما حطيت نفس المكان وحطيت قدام الشرشات تعالي نفكر سوا، we solved the problem. So empathy is a key thing. طيب empathize مع مين كمان؟ In your case and in my case I have a client and you have an evaluator, right? When you are under the project, or more to the ability of the client, you empathize with the client. I thought you were going to project for again, can the client find a result of the need, or could there be a long project in the need to sell in Maché? In Maché has a big problem, it needs to work the same way, or could the other shoulder to follow me, to get there, معيش مكان. أتذكر يعني إحنا كمان الكلام بتاعنا كان كلاينت مصري لا يقل عن يعني أي يعني موظف حكومة مصري زهقان وقرفان وعارف يحط مننا عارف يمشي. أوكي؟ So what we did is that رحنا ومعانا التولز بتاعتنا. رحنا معانا أولا prototype of the project. بص إحنا هنقول لك أنت هتعمل إيه موبايل الراجل اللي يخش عليه يدوس وقت تاني يوصل له واحد يجيبه عندنا معانا معلش بتاعي. راح يوصلنا كده. فبعدين هدوس لو دوس هنا مفيش شغل. اوكي؟ فبعدين قالوا وعلى فكره احنا عملنا لكم اعلان كمان. And then انا بقيت زمان كان ايكوالز اوتبوت اوتبوت ديزاين ثينكينج رحنا جبنا اغنيتين جبتوا عنده وغيرنا الكلمات بتاعتها تو ماتش ذا فينش تريننج، وقعنا من الثلاثه دول جدوا عبدوا عايز معلش ايه يا الراجل ايه ابتدى يبص لنا يشوف اصلا هو معنا بنتكلم في ايه. And then started to discuss معانا اصلا بقى يلا نشوف الموبايل احسن اللي انتوا بتتكلموا عليه طب ما تخليه بالتليفون احسن and so on. ولكن كذا 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 أو تغيير رأيك إن إحنا نستند أو نسألين and so on. شايفين الفرق بين الواحد يحط نفسه مكانه
واكتسابه وبين ان هو يبقى عنده ايجو وشايف ان هو صح. فرق فظيع وانا بشتغل مع ناس عاديه وان انا كمان بشتغل قصاد اهلي مع اهلي وان انا كمان قصاد ايفالويتر او كلاينت ايكونوميز. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا. شكرا.